تنضم إلينا من رام الله ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية. أهلا بك ولاء. إذا يعني في أي إطار جاء هذا التصعيد اليوم؟ هل جاء بناء على محاولات فلسطينية لأي عمليات، أم جاء في إطار عملية تهويد القدس ومحاولات التوسع الاستيطاني وما إلى ذلك؟ كيف كانت شرارة الانطلاق إذن؟ نعم، أهلا بكم. في البداية عندما حاولت قوات خاصة بدخول إلى مخيم جنين وإلى عمق هذا المخيم الذي لا يستطيع أحد أن يدخله سواء القوات الخاصة أو حتى جيش الاحتلال، وإنما دخلت بشاحنة تحمل لوحة فلسطينية، دخلت إلى هذا المخيم بأنها هي مركبة فلسطينية تحمل أثاث لأحد المنازل في مخيم جنين، ومن ثم تم اكتشاف من قبل أحد الشبان أن هذه قوات خاصة دخلت إلى المخيم، ومن ثم وصلت التعزيزات من قبل قوات الاحتلال إلى المخيم، أكثر من 20 آلية وترافقهم جرافة ومروحيات عسكرية سواء مسيرة أو حتى هليكوبتر كانت تحلق في سماء مخيم جنين خلال الاقتحام. بعد ذلك قالت يعني إذاعة جيش الاحتلال أن هذا الاقتحام جاء بهدف يعني تنفيذ عملية وتنفيذ اعتقال لأحد الشبان الفلسطينيين، والتي ذكرت بأنه هو مسؤول عن منفذ عملية حوارة التي جرت قبل أسبوع على الأقل وقتل فيها مستوطنين. نتحدث في هذا السياق، تم محاصرة هذا المنزل، ومن ثم ضرب صواريخ إنرجا باتجاه هذا المنزل الذي كان ربما لا أعرف تفاصيل إذا ما كان هناك يعني 6 شبان الذين استشهدوا اليوم كانوا بداخل هذا المنزل أو في محيط هذا المنزل، ولكن ما قالته يعني سلطات الاحتلال وإذا جيش الاحتلال أن منفذ العملية داخل هذا المنزل. من جهة أخرى يعني عندما نتحدث عن 6 شهداء الذين يعني أعلنت عنهم وزارة الصحة استشهادهم خلال اقتحام مخيم جنين، حوالي أكثر من 10 إصابات ويعني في المستشفيات في سواء في جنين وغيرها من المستشفيات التي يعني في محيط هذه المدينة استقبلوا هؤلاء الشبان الفلسطينيين. من جهة أخرى قامت قوات الاحتلال بالتزامن باقتحام مخيم جنين اقتحمت مخيم عسكر القديم شرقية مدينة نابلس، وقالت أنها يعني الهدف من هذا الاقتحام إلى مخيم عسكر القديم هو اعتقال من داخل يعني عمارة سكنية كان يقطنها من عائلة خروشة، وقالت أنه تم اعتقال 2، ومن ثم قالت أن هناك أحد الشبان أو أبناء هذه العائلة هو مسؤول عن تنفيذ هذه العملية. نعم. بعد إعلان وزارة الصحة عن العديد من الأسماء أولها محمد الغزاوي وأيضا عبد الفتاح خروشة الذي يعني هو من ضمن العائلة والذي تحدثت عنه سلطات الاحتلال. طيب ولاء، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة طلب الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري، وخاصة مع اقتحام العشرات لباحات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين. هل من أي ردود أفعال أمريكية إلى الآن، أو هل علمتي أو نما إلى علمك أي تحركات جديدة أو اتصالات جديدة مكثفة بين الإدارتين؟ يعني منذ الصباح الباكر كان هناك بيان لوزارة الخارجية الأمريكية ولأنتوني بلينكن تحدث فيه عن خوض تصعيد من قبل إسرائيل، ولكن إسرائيل ماضية بالتصعيد نحو جر المنطقة إلى مزيد من العنف، مزيد من الإرهاب بدخول المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك. خلال هذا الصباح 220 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، ويعني عدت يعني كانت منزعجة الإدارة الأمريكية بالانقلاب على ما تسمى بقمة العقبة التي أقيمت قبل أسابيع قليلة، وقالت أنه يجب الحفاظ على المكان خلال
هذه هي اللحظات، وأنا هذا المكان هو مكان مقدس خالص للمسلمين، ولكن يعني لا تمنح سلطات الاحتلال وحتى أيضا يعني بنيامين نتنياهو والحكومة المتطرفة أن يكون هذا المكان خالص للمسلمين وخالص للفلسطينيين، وإنما نعم. تقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأيضا تقوم باعتقال الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وأيضا المرابطين بإبعادهم والمرابطات، وإذا ما تم إبعاد المرابطين والمرابطات يكون هناك اعتداء على المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى نعم، المبارك. ولا وصلت الصورة واتضحت، اتضح المشهد الآن لديك. نشكرك إذن شكرا جزيلا. ولا السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، كنت معنا في القاهرة الإخبارية.